سبق كفائك الكلام على ما يتعلق بالطريقة التي يتوصل بها إلى معرفة الحديث الصحيح، وأنه يؤخذ بناء على تصحيح حافظ من الحفاظ أو كون الحديث في مؤلف قد حصى في الأحاديث الصحيحة التي الكتب المؤلفة في الأحاديث الصحيحة بعد صحيحين، صحيح ابن خزيمة ثم صحيح ابن حبان ثم مستدرك الحاكم، وأن الحاكم قد أخذ عليه مؤاخذات وأنه متساهل وأنه يوجد فيها حديث ضعيفة بل وحديث موضوعة قليلة، وأن الحاكم لم يفي بشرطه الذي التزمه، وأنه حصل تساهل في ذلك، وأن ابن الصلاح رأى أن ما كان فيه مما لم ينص على صحته أو على ضعفه فإنه يكون حسنا، وأن ابن الصلاح رحمه الله سلك مسلكا وهو امتناع التصحيح في عهده وفي عصره وبعد عصره، وأنه إنما يعول على تصحيح العلماء السابقين، وأن كثيرا من العلماء خالفوه ممن كان في عصره وبعد عصره، وأنهم صححوا وضعفوا وحسنوا، وأنهم لم يعتمدوا على كلام العلماء المتقدمين قبلهم، بل هم ساروا على المنهج الذي سار عليه المحدثون قبلهم وبنوا على القواعد التي أصلوها وقعدوها وحكموا بالتصحيح والتحسين والتضعيف بناء على ما عرفوه من قواعد العلماء المحدثين التي وضعوها في هذا الشأن، وأن هذا هو الصحيح الذي يعول عليه. وكذلك ابن حبان ليس مثل الحاكم، وأنه أعلى درجة منه لأنه ما التزم شيئا فخالفه، وإنما قصر في تحديد الصحيح حيث جعل الحسن يدخل في هذا القبيل وقد وفى بشرطه. ثم إن المؤلف السيوطي رحمه الله تكلم بعد هذا الذي مضى على المستخرجات وعرف المستخرج وذكر الذي ينبغي أن يتخذ وأن يسلك في عندما ينسب إلى عندما ينسب الحديث إلى الأصل المخرج عليه، وأنه لا ينسب إليه بناء على وجود المستخرج قد خرج أو استخرج في كتابه، فلا يضاف إلى المستخرج بناء على عمل فلا يضاف إلى المستخرج منه إلى المخرج عليه بناء على عمل المستخرج في مستخرجه. وكذلك ذكر فوائد المستخرجات وأن لها فوائد عديدة، وكذلك أيضا ختم البحث المتعلق بالصحيح بذكر أمرين لا يختصان بالحديث الصحيح، ولكنه ختم بهما هذا الباب أو هذا المبحث، وهما يتعلقان بنقل الحديث، وأن من أراد أن ينقل أو أن من أراد أن يضيف إلى كتاب فعليه أن يقابل على أصل، وكذلك إذا أراد أن ينقل من كتاب لا يشترط فيه أن يكون صاحب رواية، وأن من شرط ذلك فإنه يغلط. هذه المباحث هي التي تكون مدار الدرس في هذا اليوم. وقبل أن نبدأ بها أو نتكلم على هذه الأبيات المتعلقة بهذه المباحث، هذه الأبيات تتعلق الأبيات الأول السبعة تتعلق بالمستخرجات، والمستخرج هو أو الاستخراج هو أن يعمد مؤلف من المؤلفين
إلى كتاب معين فيروي أحاديث هذا الكتاب لا من طريق مؤلف الكتاب ولكن من طريق أو من طرق أخرى يلتقي فيها مع صاحب الكتاب في شيخه أو شيخ شيخه أو من فوق ذلك. هذا يسمى الاستخراج. والكتاب والمؤلف الذي يؤلف يسمى المستخرج والمؤلف يسمى المستخرج. يعمد إلى كتاب من كتب الحديث فيروي أحاديثه بأسانيد له غير مار بمؤلف الكتاب وإنما ملتقيا مع المؤلف بشيخه أو شيخ شيخه. هذا هو تعريف المستخرج أو تعريف الاستخراج. ويسمون هذه المؤلفات المستخرجات, يسمونها المستخرجات. وهذا هو تعريف المستخرج, رواية أحاديث كتاب معين ليس من طريق صاحب الكتاب وإنما من طرق أخرى للمستخرج يلتقي فيها مع صاحب الكتاب المخرج عليه في شيخه أو شيخ شيخه أو من فوق ذلك أو فوقه. هذا هو تعريف تعريف يعني هذا النوع من أنواع علوم الحديث. والمستخرجات على الصحيحين كثيرة, هناك مستخرجات على الصحيحين وعلى غير الصحيحين, ولكن الذين استخرجوا على الصحيحين كثيرون, وأكثر المستخرجات على صحيح الإمام مسلم, لأن الحافظ بن حجر ذكر في ترجمة الإمام مسلم في تهذيب التهذيب أن هناك جماعة أرادوا التأليف على منواله فعملوا مستخرجات على كتابه, وأنه وقف على يعني ما يقرب من 20 كتابا مستخرجا على صحيح مسلم, وكلهم لم يبلغوا شأوة ولم يدركوا ما أدركه. لهذا ثناء على الإمام مسلم وعلى صحيحه وأنه متميز, وأن الذين أرادوا التأليف على منواله ما بلغوا شأوة وما قربوا منه, وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هكذا قال حافظ بن حجر في آخر ترجمة الإمام مسلم في تهذيب التهذيب. وقد استخرج على البخاري جماعة وعلى مسلم جماعة, واستخرج على الصحيحين أيضا جماعة. فمن استخرج على الصحيحين معا أبو نعيم, فإنه استخرج على صحيح البخاري وعلى صحيح مسلم. ومن استخرج على صحيح البخاري الإسماعيلي, ومن استخرج على صحيح مسلم أبو عوانة. والمستخرجون كثير, والمستخرجات على هذين الكتابين كثيرة. يقول السيوطي في إثبات الاستخراج وأنه قد وقع, وكذلك ثم عرف الاستخراج فقال واستخرجوا على الصحيحين. واستخرجوا على الصحيحين يعني هناك مؤلفون استخرجوا على الصحيحين. ثم عرف الاستخراج قال بأن يعني يروي المستخرج أحاديث كتاب حيث عنا, يعني حيث ظهر له أو حيث وجد أسانيد, ليست هذه الرواية من طريق المؤلف الذي عمد إلى كتابه فاستخرج عليه, وإنما التقى مع المؤلف في شيخه أو شيخ شيخه فصاعدا. فقال واستخرجوا على الصحيحين بأن, يعني هذا التعريف, يروي أي مستخرج أحاديث كتاب يعني كالبخاري كصحيح البخاري حيث عنا أي المستخرج, حيث ظهر المستخرج وجد أسانيد, لا من طريق مؤلف الكتاب اللي هو البخاري مثلا, وإنما من طرق أخرى لا يمر بها في المؤلف ولكن يلتقي مع المؤلف صاحب الكتاب المخرج عليه
يلتقي معه في شيخه فصاعدا. استخرجه على الصحيحين بأن يروي أحاديث كتاب حيث عن لا من طريق من إليه عمدا, يعني لا من طريق المؤلف الذي عمد إلى كتابه فاستخرج عليه. يعني ما يقول حدثنا فلان حدثنا عن البخاري ثم عن شيخه وهكذا, لا, وإنما يقول حدثنا فلان عن فلان ويلتقي مع البخاري في شيء لا يمر به. وأحيانا يضيق, وأحيانا يضيق الطريق على المستخرج فلا يجد طريقا إلا من طريق المؤلف فيتركه أو يرويه من طريقه إذا ضاق عليه المخرج. إذا ضاق عليه المخرج فإنه يروي عن طريق المؤلف أو يترك هذا الحديث الذي ما وجد طريقا آخر غير طريق المؤلف, إما هذا وإما هذا. أما إذا وجد طرقا يلتقي فيها مع شيخه أو شيخ شيخه فإنه لا يعمد إلى الرواية من طريق المؤلف لا من طريق من إليه عمد إلا في حال ضيق الاستخراج وأنه لا يجده من طرق أخرى فيضطر عند ذلك إلى أن يروي عن طريق المؤلف الذي خرج على كتابه, أو يحذف هذا الحديث الذي ما وجده إلا من طريق المؤلف, أو إما هذا وإما هذا. لا من طريق من إليه عمد مجتمعا في شيخه, مجتمعا يعني يجتمع مع المؤلف في شيخه فصاعدا, شيخ شيخ أو شيخ 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 وهكذا, ولكنه لا يصير إلى طريق أعلى إلا إذا وجد طريقا, إذا لم يجد الالتقاء في الشيخ انتقل إلى الالتقاء في شيخ الشيخ, وإذا لم يجد الالتقاء مع شيخ الشيخ انتقل إلى من فوق شيخ شيخه وهكذا. هذا هو تعريف المستخرج. استخرجوا على الصحيحين بأن يروي أحاديث كتاب حيث عن, يعني حيث عنا يعني ظهر, لا من طريق من إليه عمدا, لا من طريق المؤلف الذي استخرج على كتابه, مجتمعا في شيخه يعني شيخ المؤلف فصاعدا, مجتمعا معه في شيخه الذي روى عنه الحديث في كتابه أو بشيخ شيخه أو من هو أعلى من ذلك. هذا هو التعريف. ثم قال وربما تفاوتت معنى, يعني ما في المستخرج وما في المستخرج عليه ربما تفاوتت معنى, يعني يكون بينها اختلاف بالمعنى, يكون بينها اختلاف بالمعنى وهذا قليل, واختلاف في اللفظ وهو كثير, وفي لفظ كثيرا ربما تفاوتت في معنى, يعني معناه ما في المستخرج يتفاوت من حيث المعنى عما في المستخرج عليه أو المخرج عليه كتاب المخرج عليه. فالتفاوت في المعنى قليل, وأما التفاوت في اللفظ فهو كثير, هو كثير جدا. كما هو معلوم الروايات أو الرواة يختلفون بالألفاظ, الرواية بالمعنى كما هو معلوم قائمة وموجودة عند العلماء, ولهذا يوجد التفاوت بالألفاظ كثيرا بين المستخرج والمستخرج عليه, بين المستخرج والمستخرج عليه, بل كما هو معلوم بل المؤلف الواحد إذا روى الحديث من طريقين أو من ثلاثة طرق فإن هذا اللفظ يختلف, يعني فيه تفاوت في الألفاظ, تفاوت في الألفاظ موجود. المؤلف نفسه البخاري إذا روى الحديث من عدة طرق فإنه يأتي اللفظ فيه متفاوتا بين هذا الطريق وهذا الطريق. فكذلك في المستخرجات التفاوت في الألفاظ كثير والتفاوت في المعنى المعاني قليل, ربما تفاوتت معنى وفي لفظ كثيرا فاجتنب أن تضيف إليهما, يعني لا تضف إلى الصحيحين حديثا على اعتبار أنه موجود في المستخرج وتقول إن هذا اللفظ هو
الذي هو موجود عند صاحب الصحيح, لأن الألفاظ تختلف. فاجتنب أن تضيفي إليهما, ومن عزى يعني للأصل يعني من عزى إلى الصحيحين بناء على ما في المستخرج أراد بذلك الأصل, يعني أصل الحديث هو موجود في المستخرج وموجود في المستخرج عليه. وما أجاد بفعل هذا لأن هذا فيه تلبيس وفيه تدليس وإيهام, لأنه قد يفهم منه أن الحديث أو هذا اللفظ موجود في الأصل المستخرج عليه. نعم, إذا راجع الإنسان الأصل وجده مطابق فإنه يمكن أن يقول لأنه راجع وجده مطابقا, فإنما في المستخرج يكون مطابقا لما في المستخرج عليه. أما كونه لا يذهب إلى الأصل ويكتفي بأن يجد الحديث في المستخرج ثم يقول ما دام أنه بالمستخرج وهذا وهذا مخرج على الصحيح فإنه يضيف إلى الصحيح, هذا غلط وليس بصحيح. وما أجاد من أراد الأصل لأنه أوهم ولبس حيث أراد الأصل ولم يقل إن الأصل في الصحيح أو أن أصله في الصحيح, وإنما أراد بذلك أنه موجود في الصحيح, فأوهم من أوهم السامع أو الناظر بأن الحديث الموجود في المستخرج الذي أخذه من المستخرج أنه مطابق لما هو موجود في الصحيح, وهذه الطريقة ليست صحيحة بل هي غلط. ومن أراد أن يعزو إلى الصحيح لا يكتفي بالمستخرج, وإنما يرجع إلى الأصل ثم يعزو إليه بألفاظه الموجودة فيه, لا أن يكتفي بالرجوع إلى المستخرج ويقول ما دام أن هذا مستخرج على الصحيح إذن هذا مثل هذا, ليس كذلك, لأنها ربما تفاوتت معنى وفي لفظ كثيرا تتفاوت في لفظ تتفاوت كثيرا. فاجتنب أن تضيف إليهما, فاجتنب أن تضيف إليهما. ومن عزى وعرض الأصل فإنه لم يجد لأنه قد أوهم وألبس, حصل التلبيس والإيهام حيث ظن أن هذا اللفظ الموجود في المستخرج هو اللفظ الموجود في الصحيح, مع أن الأمر ليس كذلك. ومن وربما تفاوت معنى وفي لفظ كثيرا فاجتنب أن تضيفي إليهما. ومن عزى أرادا بذلك الأصل وما أجادا. ثم قال مبينا فوائد المستخرجات على الصحيح وأنها عديدة, فقال واحكم بصحة لما يزيد, يعني إذا تفاوتت معنى وجد في المستخرج ألفاظ زائدة على ما في الصحيحين فإنه يستفاد من المستخرج الزيادة في الصحيح, وأن هذا الذي جاء في المستخرج وهو زائد على ما في الصحيح جملة زائدة على ما في الصحيح أو معنى زائد على ما في الصحيح فإنه يحكم بصحته, يحكم بصحته. وهذه من فوائد المستخرجات, فوائد المستخرجات. ولكن هذا قال بعض العلماء بعدما يطمئن إلى سلامة الطريق التي دون شيخ المؤلف, التي بين المستخرج وبين شيخ المؤلف, لأنه قد يكون فيه منه في ضعف ولا يكون الزائد صحيحا, لكنه إذا كان الطريق سليم والرجال هم ممن يحكم لحديثهم بأنه صحيح بين المستخرج وشيخه وشيخ المؤلف الذي خرج على كتابه أو شيخ شيخه, فإنه يحكم لما يزيد بالصحة. أما إذا وجد فيه ضعف في هذه المسافة التي بين المستخرج وبين التقائه في شيخ المؤلف فإنه في هذه الحالة لا يحكم بصحة
الزيادة لأنها ما ثبتت من طريق صحيح. وهذا مثل الأحاديث الموجودة كما عرفنا في الأحاديث الموجودة في المستخرج، فإنه أحيانا يأتي بأشخاص هم متكلمون فيهم وهم وضعاف، بل أحيانا يأتي بمن تكلم بأنهم وضعوه، وعلى هذا هو يحكم بأن ما في المستخرج صحيح لأنه عنده التساهل وعنده وجود أناس ضعفاء ليسوا على شرط الصحيح. ومن كان دون الصحيح، دون شيخ صاحب الصحيح أو يعني فينا إذا التقى معه أو كتابه من طريق آخر فإنه لا يحكم بصحته، فكذلك المستخرج يعني لا يحكم بصحة ما فيه إلا إذا فتش عن الأشخاص الزائدين عن أو دون شيخ المؤلف الذي استخرج على كتابه، فإنه يحكم بالزيادة وبصحة الزيادة. فهو مع العلوم لا يفيده، لذلك العلو أيضا من فوائد المستخرج أن فيه العلو، لأنه أحيانا يروي من طريق لا من طريق صاحب الكتاب بطريق أخصر مما لو مر على صاحب الكتاب، مما لو مر على صاحب الكتاب فإنه مما يستفاد منه العلو، حيث يروي لا من طريقه المؤلف فيختصر الطريق، وتكون الطريقة التي لم يمر فيها على المؤلف أعلى من الطريقة التي مر فيها على المؤلف، فإذا من فوائد المستخرجات العلو، مما يستفاد في المستخرجات العلو، فهو مع العلو لا يفيد، يعني يفيد الزيادة في الصحيح ويفيد العلو أيضا. وكثرة الطرق، وكثرة الطرق أيضا من فوائد المستخرجات كثرة الطرق، لأن الحديث يأتي من طرق متعددة، من طريق صاحب الكتاب ومن غير طريق صاحب الكتاب، فتعددت الطرق، وتعدد الطرق له قيمة وله منزلة، ويحصل الترجيح بكثرة الطرق عندما يحصل التعارض بين ما تعدد طرقه وما لم تتعدد طرقه، فإن كثرة الطرق يفيد الترجيح. وكذلك أيضا يفيد تبيين المبهم، لأن إذا قيل حدثنا فلان أو فلان وغيره، فلان وغيره، فإن هذا مبهم، فإنه قد يأتي عن طريق المستخرج أن يسمي هذا المبهم، أن يسميه. إذن هذه فائدة من فوائد المستخرجات، وهي أن ما أبهم بالصحيح فإنه يمكن معرفته عن طريق صاحب، عن طريق المستخرج. فإذا من فوائد المستخرجات أنه يكون فيها تبيين المبهمات، كان يقال حدثنا فلان أو فلان وغيره، فإن كلمة غيره هذه مبهم، فعند ذلك يكون من فوائد المستخرج أن فيه تعيين أو تبيين المبهم. وكذلك أيضا تبيين المهمل، وهو الذي ذكر باسمه ولم تذكر نسبته، وهو محتمل لعدة أشخاص، يعني قال حدثنا محمد، فيأتي صاحب المستخرج، صاحب المستخرج فيقول محمد بن فلان، فيذكر نسبه. إذن هذا يكون من فوائده تبيين ما أهمل. المهمل يعني هو المهمل في النسب الذي ذكر دون أن ينسب، هذا يقال له المهمل، ذكر اسمه ولم يذكر نسبه، وهناك أشخاص متعددون كلهم بهذا الاسم. ويكون من فوائد المستخرج أن يعين هذا الذي أهمل فيقول محمد بن فلان، يكون في الصحيح محمد، حدثنا محمد، فيأتي صاحب المستخرج، صاحب المستخرج ويلتقي معه في شيخه ويقول محمد بن فلان، يكون من فوائد المستخرجات تبيين ما أهمل في الصحيح. أو سماع ذي تدليس، لأن يكون في الصحيح يعني الرواية عن مدلس
وروى بالعنعنة، فيكون من فوائد المستخرج أنه جاء من طريق فيها تصريف السماء أو المخبار أو التحديث، فيكون في ذلك فائدة جديدة، وهي أن ما جاء بالعنعنة بالصحيح وجد التصريح بالسماع من طريق صاحب المستخرج، إذن هي الفائدة استفيدت من المستخرجات أو مختلط، كذلك سماع المختلط، السماع المختلط هل لهذا الذي سمع منه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، فيكون هناك يعني يحصل تبيين عن طريق صاحب المستخرج، فتكون فيه فائدة جديدة استفيدت بالنسبة للسماع من المختلط. وكل ما أعل بالصحيح، يعني الشيء الذي يعني قدح فيه بالصحيح أو تكلم فيه من تكلم ممن انتقد على الصحيح، يوجد في المستخرجات ما يزيل هذه العلة، أو هذا الذي قدح فيه يكون موجودا في المستخرج أو موجودا في كتاب المستخرج، ما يخلص من هذا القدح أو من هذا التعليل، فإذا هذه من فوائد المستخرجات. وإذا ذكر الزيادة في الصحيح وكذلك العلو وتبيين المهمل، تبيين المبهم، وكذلك سماع المدلس وسماع المختلط والسلامة مما أعل في الصحيح أو قدح به في الصحيح، فإنه يوجد في المستخرجات ما تكون به السلامة من ذلك الإعلال الذي أعله من أعله أو قدح به من قدح أو انتقد من انتقد على الصحيح. واحكم لصحة لما يزيد، فهو مع العلو لا يفيد، مع كثرة الطرق وتبيين الذي أبهم أو أهمل أو سماع لي تدليس أو مختلط، وكل ما أعل في الصحيح منه سليما، أي مسخر. ثم بعد ذلك أتى ببيتين لا يتعلقان بالصحيح، وأتى بهما بمعنى بعنوان خاتمة، ختم بهما هذا المبحث الذي هو بحث الصحيح، وهما ليس خاصان بالصحيح بل أيضا يوجدان في الحسن. والمقصود من ذلك أن من أراد أن يعزو إلى أصل فإنه يجب عليه أن يقابل على أصل لنقل لأخذ من كتاب لأخذ متن من مصنف يجب، يعني من أراد أن يعزو إلى مصنف فيجب عليه أن يقابل على أصل من أصول ذلك المصنف، هذا على سبيل الوجوب. وأما على سبيل الندب فعدة أصول، يقابل على عدة أصول، هذا على سبيل الندب. قال وعدة ندب، يعني عدة أصول أو المقابلة على عدة أصول هذا مندوب، وأما المقابلة على أصل واحد هذا واجب، المقابلة على أصل واحد هذا يجب، وأما المقابلة على عدة أصول فهذا مندوب إليه وليس بواجب. ثم قال بمعنى آخر ومن لنقل للحديث في الحديث شرط رواية ولو مجازا غلط، ولو مجازا يعني بالإجازة، لأن الرواية بالإجازة هذه أضعف أنواع الرواية وأنواع التحمل. يقول إن من اشترط لنقل الحديث أن يكون صاحب رواية وألا يروي إلا إذا كان صاحب رواية ولو عن طريق الإجازة
فهذا غلط. بل إذا وجد أصلا من الأصول وتحقق ذلك الأصل فإنه يعزو إليه ولو لم يروي, ولو لم يروي ذلك الأصل بالإسناد إليه, بالإسناد إلى صاحب الكتاب. إذا تحقق أن هذا الكتاب هو صحيح البخاري فيعزو إليه ولو لم يكن له إسناد إلى البخاري, ولو لم يكن له إسناد إلى البخاري. ومن شرط أن يكون الذي يعزو عنده إسناد أو عنده رواية لهذا الحديث أو لهذا الكتاب الذي يعزو إليه فإنه قد غلق. من شرط هذا الشرط فإنه يغلق, أو فإنه قد غلق. وإنما يكفي أن يكون الإنسان تحقق أن هذا الكتاب هو كتاب فلان, فيمكن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن الكتاب عنده بالإسناد أو الحديث الذي يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا موجودا عنده بالإسناد, لا يشترط هذا. ومن اشترط الرواية فقد غلظ في اشتراطه, فإن هذا لا يشترط ولا يلزم ولو بأضعف أنواع الرواية التي هي الإجازة. الإجازة هي من أضعف أنواع الرواية, لأن يعني الرواية السماع والقراءة على الشيخ وغير ذلك, وأضعفها الإجازة. يعني يعطيه الكتاب ويقول أجزت مروياتي أو أجزت رواية مروياتي لمن لفلان أو لمن أراد أو ما إلى ذلك. هذا ما يتعلق بهذه المباحث المتعلقة بالصحيح وبآخر الصحيح. وننتهي إلى هنا, وإن شاء الله يعني نعود إلى التدريس بعد شهر رمضان. بعد شهر رمضان نعود إلى التدريس بالنسبة للمصطلح. وأما بالنسبة للحديث فإن شاء الله نستمر حتى نخلص كتاب المناقب. البيت الأخير يا شيخ أعد بالله. ومن لنقل في الحديث شرط رواية ولو مجازا غلطا. نعم. أصود من هذا أن من شرط في نقل الحديث وأن يقول الشخص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أنه لا يقوله إلا إذا كان عنده رواية يعني عن بالإسناد, سواء كان الحديث متصلا أو إلى كتاب معين, فإن هذا الشرط ليس بصحيح. ومن شرطه فإنه غلط, بل يكفي أن يتحقق وجود الحديث في كتاب اعتمد كالبخاري أو مسلم أو غيرهما, فإنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا إذا كان الحديث صحيحا. ولا يشترط أن يكون عنده بالإسناد إلى صاحب الكتاب أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخرة المستخرجات لها وجود الآن؟ نعم الآن موجود, مستخرج أبي عوانة موجود مطبوع. مستخرج أبي عوانة قال صاحب أبي عوانة ويقال له مستخرج أبي عوانة ويقال له مستخرج أبي عثلة ذات اسم نفس الكتاب هو مستخرج, ويقال له مسند ويقال له صحيح أبي عوانة وكلها صحيحة, لأن كل مستخرج هو مصريح صحيح مسند, وهو مسند هو بإسناد أبي عوانة. نعم. وهو صحيح هو صحيح أبي عوانة. من أبو عوانة؟ من هو أبو عوانة؟ هو واحد من العلماء الذي بعد مسند. شوف الزيادات, شوف الزيادات التي ليس أبو عوانة لهبوق لا تحت بعد مسلم. يروي أحاديث مسلم لا من طريق مسلم بعد مسلم. طيب الزيادات التي تقبل هنا إذا صح إسناده تكون لها حكم زيادات الثقات من ناحية القبول إذا كانت ليست مخالفة؟ تكون مثل الحديث. نعم زيادة تعتبر زيادة من ثقة فتكون مقبولة. لا يعني ما ينظر هل هي مخالفة أو موافقة. هي كما هو معلوم يعني زيادة إذا أثبتت حكما فإنه يؤخذ بها, لكن إذا وجد يعني ما يعارضها فعند ذلك ينظر يعني بين الزيادة محبوب ويصير في شرطه. لكن إذا كان يعني حكم من هذا المستقبل حكم زائد يعني استفيد من هذا المستقبل فإنه يعمل بهذه الزيادة. ما أجاد إيش مقصوده ما أجاد؟ ما أصابه يعني. ما أصابه؟ ما أجاد يعني لم يسد يعني من فعل هذا.
لم يسلم. لأن في تلبيس وتبديل فيها. الشيخ أبو عوان هذه كنيته لكن اسمه ما كتب. يجي على كتابه مصحح. ولعل أن الشيوخ هذا أخذ البيت العراقي. يعني طبعا هو المعاني اللي موجودة فيها صاغها في عبارة أخرى وأتى فيها بزيادات أخرى. بزيادة كثيرة جدا. ولم يقل هذه البيوت العراقي صبتها وجدت عليها بن حسن البغار فائقة نلفيت العراق فائقة نلفيت العراق الجمع والإيجاز والتسامح لأنها من ناحية الجمع هي فائقتها لأنها زيت عليه وفي الإيجاز لأنها ألف بيت وألفيت العراقي ألف بيت ومع ذلك المعاني اللي في ألفيت السيوطي كثيرة أكثر من ألفيت العراقي. إذن هي بالإيجاز أوجز منها لأن ذاك أتى بألبيت بمعاني وهذا أتى بألبيت لهذه المعاني اللي عند العراقي وزيادة معاني أخرى. إذن في اختصار في إيجاز لأن العراق السيوطي لو لم يأتي بزيادات لصارت الأبيات التي عند العراقي أتى بها بأبيات تأتي مثل 700 بيت مثلا فيكون في اختصار لكنه كملها بألف بيت بزيادات لا توجب عند العراق. يعني إذن نسبة يعني خرج بعض الناس بأنها البيت العراقي على كل هذا حول سبب الشيء غلط. هذا شيء ما هو خفي ما هو خفي الكتاب موجود الكتاب موجود طارق يروي حديث هل لابد أن يروي جميع الطرق التي توجد عنده ولا طرق المؤلفين لكن المقصود به الحديث طبعا الحديث اللي كما هو معلوم قد ياتي بطرق متعدده الحديث قد ياتي بطرق واحده وقد ياتي بطرق متعدده اما بالنسبه للمستخرجين فهذا يرجع الى طرقهم ومعرفه اصطلاحاتهم وهل هو يعني يستوعب يعني كل الطرق فياتي بطرق اخرى او يكتفي بطريق يعني هذا يرجع الى معرفه اصطلاح المستخرجين في مقدمات الكتبين. كثرة الطرق ما هي من يثير التدريس الذي يثير التدريس هو وجود تخليق الكمال وجود تخليق الكمال من طريق أخرى وما قال كثرة الطرق وإنما قال إن قوائد صحابية